لكن انا بحييكم كلكم، الحكومه اللي اتكلمت والحكومه الرئيسيه اللي هتتكلم، وبشكر دوله الرئيس لان هم بيقوموا بجهد كبير. وقبل ما انسى، احنا بنتكلم في 14 مدينه، هنفتتح الاول اسوان الجديده، ثم غرب قنا، ثم اسيوط الجديده، ثم الفشل، مش كده؟ وبعد كده نخش على الدلتا وعلى الجزء اللي هو المنصوره ورشيد وشرق بورسعيد والعالمين. لا، ما انا ابقى في المنصوره اروح اصيف في اسكندريه، ولا اطلع على المدينه الجديده اللي بنعملها في المنصوره. طب بالمناسبه بقى، هو مين النهارده الدكتور مصطفى لما بنراجع الموقف بيقول لي كل الاسكان اللي اتعمل في المنصوره تقريبا، يعني الناس مش فقيره زي ما الناس فاهمه كده، اتاخدت كل حاجه. شكرا جزيلا.